لما رجع النبي من فتح مكة وهو في طريق العودة إلى المدينة المنورة وقف عند قبر أمه وفاء وبرا لها، فهو يعرف القبر جيدا وقال للصحابة: هذا قبر أمي. يقول الصحابة الأبرار: وقف النبي على قبر أمه فبكى، ووالله ما وقف معه أحد منا على القبر إلا بكى من بكاء النبي على قبر أمه. إنما مر على النبي من أحداث جسام وهو في بداية حياته منذ ولادته، حيث ولد يتيم الأب، وبعد 6 سنوات من حياته فقد أمه أمام عينيه. كأن كل شيء بقدر، الله سبحانه وتعالى يعده لأمر عظيم، وكأنه يقول: يا محمد، سوف تمر على أمور في الدنيا خلال دعوتك بعد بعثتنا لك لتوصيل رسالة ربك، سوف تمر على أمور يجب أن تكون قد أعددت لها إعدادا جيدا. فعيش النبي يتيما دون أب أو أم أكسبه معان إنسانية سامية تجعله رقيق القلب على أمته، وتجعله شخصا مسؤولا يتحمل الصعاب وحده. فمشاق الدعوة كبيرة، وما هو قادم عليه أعظم بكثير مما مر عليه في طفولته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. وصلت أم أيمن إلى باب جد النبي عبد المطلب وطرقت الباب، فخرج إليها جد النبي فنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: أين أمك؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد: ماتت 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 أمي. فضمه عبد المطلب وقال له: أنت بني أنت بني. كانت أم النبي تحبب محمد صلى الله عليه وسلم بجده، وكانت تقول له دائما إنه شجاع، وتقص عليه قصة يوم الفيل، وأن الوحيد الذي وقف عند إبراهة الأشرم هو عبد المطلب. كانت هذه المشاعر التي زرعتها أم النبي في قلبه تجاه جده لها كبير الأثر في أن يحب النبي جده، مما خفف عليه فراق أمه. وكان جده يجلس عند الكعبة تحت الباب، ولا يجرؤ أحدا من سادة قريش أو من أعمام الرسول الجلوس مكان جده إلا النبي، ويقولون له: قم إذا جاء جدك غضب. إلا أنه كان يقول: بل هذا مكاني. وعندما سمع عبد المطلب يقول: اتركوه فإنني أجلبه معي لكي يلعب مع الصغار، لكنه يجلس ويستمع للكبار. حتى كان يقول عنه عبد المطلب: إن ابني هذا، ويشير على النبي، سيكون له شأنا عظيما، وإني لأظن أنه سيد من ساداتكم.